أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. ضيفنا اليوم هو الأخ أحمد فؤاد، كان ضيفنا سابقا في سيرة محمد، واليوم عنده سيرة محمد الجزء الثاني. خلونا نرحب بالأخ أحمد، أهلا وسهلا فيك. اهلا بيك اخ جون، انا سعيد ان انا موجود معاك للمره الثانيه. اهلا بيك. اهلا بك اخي، وانا سعيد جدا. اخي احمد، خلينا نبدا بموضوع تغيير الصفحه والهجم الشرسه اللي شفناها اليومين الاخيرين على صفحتنا وعلى فيديوهاتنا على الموضوع هذا، اعطيني رايك. والله انا شايف ان ديت قله حيله زي ما بيقولوا المصريين، يعني هو قليل الحيله. هو لو عنده حجه قويه يدافع بيها عن عقيدته اللي احنا بنهاجمها ما كانش قفل الصفحه وما كانش عمل الروبورتات الباطله ديت عشان يقفل الصفحه. يعني هل انت فاكر ان بقفل الصفحه كده انت اتخلصت يعني من الناس اللي بتنتقدك؟ طبعا لا، ده اللي فيدل ان انت ما قله حيله. زي لما الواحد تتناقش مع واحد وتلاقيه بيعلي صوته قوي وبيزرخ وبتاع، لان هو ما عندوش الحجه الكافيه المنطقيه اللي هو يقنعك بيها، فهو مش قادر يقنعنا، هو مش قادر يتكلم معانا بالمنطق، لان هو اصلا دينه ما فيهوش منطق عشان يتكلم بيه، كلها خرافات وخزعبلات وهو بيدافع عنها وما عندوش حجج منطقيه يتكلم بيها. ده رايي، خيبه يعني. بالضبط بالضبط، يعني حجه من لا حجه له، هو الاقصاء مباشر، يعني اقصاء الاخر، يعني اللي لا يملك حجه فسهل جدا اقصاء الاخر. أخي أحمد، خلينا نبدأ بموضوعنا. يعني نحن تكلمنا في المرة السابقة عن حياة محمد المكية، خلينا في منذ قبل ولادته حتى ولادته حتى وصول دعوته إلى الهجرة. خلينا نقول أنا في سؤال، بس بدنا عشان ندخل في الموضوع، ونحن حكينا وحكينا على سيرة محمد، على شخص محمد، يعني الشخصية التاريخية اللي حكونا وقدسوها الناس، وبسبب شايفين الخراب والدمار والإرهاب اللي حاصل. برأيك يعني لما تزوج، هو أول زوجة كانت له أكبر منه ب 15 سنة تقريبا، زوجته، بعد وفاتها وانتقاله الى المدينه، تزوج يعني الى النقيض، يعني من امراه تكبره تعتبر عمره، الى طفله صغيره كان عمره 3 سنين، اخذ طفله عمرها 9 سنين، يعني هو طلب ال6 سنين ودخل عليها بال9. اعطيني رايك كيف تحلل الشخص. تفضل. الحقيقه انا شايف ان زواجه من خديجه اللي اكبر منه ب 15 سنه دوت كان عامل زي الغريق اللي بيتعلق بعشايه زي ما بيقولوا. يعني هو كان وضعه وموقفه ضعيف بسبب انكار نسب قريش ليه، يعني قريش كانوا بينكروا نسبه، فده كان مخليه حاسس بالمذله وبالاهانه، وان هو دايما عايز يبقى انا منهم، انا من قريش، انا من بني هاشم، انا فاكر. وبعدين رفض برضو عمه، وقلنا ده في المره اللي فاتت، رفض عمه ان هو يجوزه بنته، برضو ده كسر نفسه. فلما لقى ست، واخد بالك، هتعوضه حنان الام، وهتخليه يشتغل معاها في التجاره بتاعتها، وهيعيش حياه كريمه، وهتخلي بالها منه. طب في واحد لواحد في ظروفه طبعا طوق نجاه، يعني هترفعني الست دي، هترفعني وهعيش حياه كريمه وهتحميني، وبدل ما انا برعى لي معزتين في الصحراء اهو برضو اروح الشام وارجع وهتفسح وبتاع، واخد بالك، والدنيا بيس والدنيا قشطه وكده، طب ليه لا؟ واخد بالك؟ فده كانت زواج المصلحه، وهي كانت عشرتها معاه طيبه وعشان كده استمر معاها. ف وطبعا لما هو اعتقد ان هو جاله مص شيطاني، وراح يقول لها انا جالي مص شيطاني وانا شفت واحد بيقول لي اقرا وبتاع، فقال لا انت نبي، فدي دعمته اكتر ووقفت جنبه اكتر وبتاع. ده بالنسبه لخديجه. لما بقى الوضع اتغير، هو طبعا بعد موت خديجه تحول محمد الى انسان متطرف، من بعد ما كان وضعه الى سبيل ربك بالحكمه والمعاذة الحسنه، لكم دينكم ولي ديني، وكل الكلام الجميل اللي فيه تسامح، اللي فيه ابتدى بقى خديجه ماتت وهو ساب مكه،
ابتدى يتحول طبعا وبقى انسان تاني، انسان قوي بقى، وانسان عنده جيش، وانسان عنده، واخد بالك، يقدر يتجوز دي ويقدر يتجوز دي وكل حاجه. طبعا زي ما قلنا قبل كده، لما بيحتاج ان هو يخلص امر او يخلص مصلحه ادي له واحد ايه، فادي له واحد ايه دي كانت بتمشي اي حاجه، كل ما تتزنق ادي له واحد ايه، فهو كان بيمشي اموره كده. واخد بال حضرتك؟ عايز يتجوز مرات ابنه بالتبني، ظرفها الايه اتجوزها، عائشه نظرفها ايه عادي نتجوز، هي ما دام ابوها موافق وبتاع خدها استمتع بيها. وكانت بالنسبه له بقى ايه، هي كانت الطفله المدلله لابو بكر، ابو بكر كان بيدللها وكان بيجيب لها لعب وكان بكده، فكانت الطفله المدلله بقى خدها هو عنده، واخد بالك، وبقى يشوف فيها وهي بتلعب وسعيده بطفولتها، الطفوله اللي هو انحرم منها، واخد بال حضرتك؟ فده بالنسبه للزيجتين يعني، خديجه وعائشه يعني. اخو احمد، يعني هلا نحن شفنا بالكتب الاسلاميه وبالروايات الاسلاميه يعني محمد ساووش يعني منقطع النظير بالاخلاق، منقطع النظير بالتقوى، منقطع النظير بكل الصفات الحميده. برايك هل الواقع يعكس هذا الامر؟ يعني هل سيره محمد تقول هذا الكلام؟ اذا شلنا الشعارات الاسلاميه خلينا نقول، شلنا الحكم التقديسي عن محمد، للاسف هذا هو الواقع. تفضل. للاسف السيره، ان السيره سيره محمد ما بتقولش ان كده يعني، انا مش عارف هم بيدعوا الادعاء ده ازاي. القصص اللي موجوده في السيره النبويه، زي مثلا هديك مثال بسيط، والكلام ده ما حدش يقدر ينكره، الكلام ده في كتبهم وفي كتب التراث الاسلامي. لما فتح مكه، واخد بال حضرتك، لما فتح مكه ودخل مكه عفى عن هند زوجة ابي سفيان، وعفى عن خالد بن الوليد اللي اغار على قبيله مسلمه بحالها وقتلها جميعا، قتلهم كلهم خالد بن الوليد. رفع ايديه للسماء وقال ربي اني ابرأ لك مما فعل خالد 3 مرات. طب الله، انت عافيت عن هند زوجة ابي سفيان، وقلت من دخل دار ابي سفيان فهو امن، عشان دول انت محتاجهم بعد كده، ما دول الامويين اللي هيمشوا لك الليله بعد كده، انت لسه عايز توسعات بقى، انت مش على قد مكه، انت عايز تمسك الجزيره كلها، فانت عارف ان دول لهم اهميه. خالد بن الوليد قائد عسكري قوي ومحتاجه في الفتوحات وفي ان هو يجيب له فلوس وخيرات. تعال بقى للامراه المخزوميه اللي هي سرقت حليه من 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 سيدها يعني، قطع يدها. الامراه المسكينه الغلبانه المخزوميه دي قطع يدها لانها سرقت. جاريه ابن خطل قتلها، وقتل ابن خطل متعلقا باستار الكعبه لمجرد ان هم قالوا بيت شعر هجاء فيه. طب الله، اين اسس العداله؟ انتم تدعون ان الاسلام مبني على اسس، ومحمد ارسى اسس العداله والرحمه اين هي؟ لا، انا شايف ان القصص ديت بتورينا ان هو كان بيشوف مصلحته فين. والله انا مصلحتي مع ابو سفيان وهند، من دخل دار ابو سفيان فهو امن، انا محتاج خالد بن الوليد عشان فتوحات، وعشان هو قائد عسكري ناجح وهيقدر يجيب لي فلوس وغله وبتاع ويكبر لي البيزنس، يبقى مع انه اغار على قبيله مسلمه كامله وقتلهم جميعا، خلاص يا رب سامحه، انا بريء من اللي هو عمله. لكن الامراه المخزوميه عشان سرقت مثلا، عشان تاكل عيالها ولا حاجه، ولا اللي قال بيت هجاء شعر هجاء فيه، لا، ذبح امه، اقتله. طب اين العداله؟ اين المنطق؟ هو ده العدل؟ هو ده اللي انتوا بتقولوا عليه عادل وارسى اسس العدل والسلام؟ فين السلام؟ هو انت يعني، هي الرساله مغزاها ايه؟ ذبح وقتل وفلوس وبزنس وجزيه وخراج، ولا انت جاي تقول ان في اله وعبود الاله ده وخليك يعني؟ ما انا مش عارف، دازم يعني، انا بالنسبه لي دازم ميك سنس، الموضوع غير منطقي تماما بالمره. وعن بالفعل هو لو محمد مثلا كان دينه سلام، يعني كان شفنا الثمره تبعت الشجره، يعني كان شفنا السلام موجود. ولكن للاسف اين محل الاسلام؟ حل الخراب، حل الدمار، حل الحرب، حل يعني اشياء كثير حملت مكان السلام والامن يعني. طيب اخي احمد،
إذا فيك تحدثنا عن أول حرب لمحمد، وهي معركة بدر طبعا. يا باشا هي حرب واحدة. وأسباب باقي الحروب يعني سبب هالحرب هي، حدثنا عن فكرة الحرب هي ليش وكيف صارت وباقي الحروب كمان، حروب محمد عموما. شوف يا باشا، التاريخ بتاعهم بيقول إن آخر 8 سنين في حياة محمد في من 70 ل 90 حرب وغزوة. يعني لو هتقسمهم على 8 سنين هيطلع بمعدل كل شهر في حرب أو غزوة. طب أنا يا أخي راضي ذمتك، يعني أنت جاي بالهداية والسلام والمحبة، وفين الكلام اللي كنت بتقوله قبل الهجرة؟ ما أنت وأنت في مكة، ولا أنت جاي عشان كل شهر حرب؟ أنت كل شهر بتعمل حرب، ما هو بيزنس. ما أنا أقول لحضرتك على حاجة، لما هاجر النبي إلى المدينة وراح دخل هناك، كان في مين في المدينة؟ كان في اليهود، خيبر وبني قيقعان والقبائل اليهودية دي، دول كانوا تجار ومعاهم فلوس وناس تمام يعني. وكان في الأوس والخزرج المختلفين، واخد بالك؟ هو أول حاجة عملها أبو بكر قال له إيه؟ بص يا محمد، أنت تروح للقبائل دي وتحاول تعمل معاهم كده فريندشيب وتصاحبهم، علشان إحنا نقدر إيه؟ نقوي شوكتنا ونعمل لنا جيش. ابتدى محمد يروح للقبائل ويحاول يتحاور معها ويتكلم معها. راح مثلا لقبيلة شيبان، قبيلة شيبان لما اتكلم معاهم وقال لهم وهنروح مكة وهنفتحها والحكاية والرواية وهنعمل جيش وبتاع، قال لهم لا، احنا ده ضد شرف القبيلة، احنا ما نقدرش نساعد واحد ضد اهله ونخليه يروح يهور على اهله. ورفضت قبيلة شيبان. طيب مين اللي يعمل كده؟ الصعاليق. مين الصعاليق؟ الصعاليق دول ما هم الا ناس مطاريد، زي عندنا في مصر المطاريد بتوع الجبل في الصعيد كده، الناس اللي بتسكن الجبال دي، تبقى عاملين مصايب سودا في بلادهم، فيقوم البلاد تطردهم بره البلد، يقوم يروحوا يعملوا ايه؟ يروحوا يعيشوا في الجبال في كهوف كده، ويشتغلوا بقى ايه؟ حرفه البلطجه. قافله معديه مثلا راحه بتجار للشام، يوقفها ويثبتها وياخد اللي معاها، يغير على قبيله وياخد الستات اللي فيها ويبيعهم سبايا. دي كان شغله الصعاليق. اول ناس اتفق معاهم الصعاليق، واخد بال حضرتك؟ احنا هنبقى مع بعضينا وهنعمل البيزنس ده سوا، وهنغير على القبائل دي سوا، وهنعمل احلى فلوس وهنعمل احلى فكه وبتاع. ودي اول ناس اتحدت مع محمد. بعد كده راح للاوس والخزرج وقال لهم على فكره ان احنا نفتح مكه وان احنا نقوي جيشنا، واخى بينهم، وكان في بيعه العقبه الاولى وبيعه العقبه الثانيه. وبيعة العقبة التانية دي كانت بيعة على الدم، يعني هو في نيته ان هو يروح ينتقم من قريش ديت اللي مرضوش يسمعوه، اللي انكروا نسبه، اللي عملوه وحش، اللي هاجر وساب بلده بسببهم. فصلح بينهم وعمل بقى ايه؟ لنفسه جيش يستعد بقى للقتال وللانتقام من قريش، واخد بال حضرتك؟ ف مفيش، انا يعني انا لما افكر مفيش، لو انا اعتقد في اله، انا انسان ملحد، بس انا اقول لو هنفترض ان في اله لهذا الكون وهيبعت، هيختار انسان من ضمن البشر دول ويبعته عشان يوصل رساله معينه، مع ان لو في اله هو المفروض ان هو يكون قادر على انه توصيل الرساله مباشره للمخلوقات بتاعته، واخد بال حضرتك؟ ينزل بقى سوفت وير في دماغهم، يبعت لهم اشعاع معين، مش محتاجين احنا انك تختار واحد تبعته برساله، يعني انت اله قادر، او الطفل يتولد متبرمج على طاعه هذا الاله. لكن ما علينا، احنا هنفترض زي ما المسلمين بيفترضوا ان ايه؟ ان اله اختار شخصه وبتاع. هل إن, ان ان الشخص اللي الاله اختاره ده عشان يوصل الرساله كل غايته وكل اللي هو عاوزه وعاوز يوصل له الانتقام من قومه اللي انكروا نسبه، وان هو يبقى قائد عسكري، وان هو يعمل امبراطوريه، وان هو يلم الزكاه والجزيه والخراج ويعمل فلوس ويعمل بيزنس. طب ما ده يتنافى مع 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 مع, 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 مع النبوه، يعني النبوه دي حاجه المفروض انها ساميه وراقيه كده، تبعد تماما عن 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 شهوه النساء وانك تتجوز 100 واحده، وتبعد تماما على انك تجمع المال وتقتل وتسبي يعني نبوه يعني هتلر ولا نبي؟ ما انت فهمني، دي مش داخله دماغي يعني. حاول تفكر انت كمان، اللي بيسمعنا حاول تفكر كده، هل هي دي نبوه؟ يعني هل الافعال اللي هو كان بيعملها دي هل دي افعال نبي؟ يعني انا مش عارف.
واخد بال حضرتك، دخل مكة واغتال الشاعر كعب بن الأشرف، ويعني وقتل قتل وذبح وذبح وبتاع. هو عمل لما راح مكة، هو ما قتلهمش كلهم، هو اللي عمله ايه؟ حطم الأصنام واخد بالك، وفرض بقى سيطرته. بصوا بقى، هي هتمشي كده، هتدفع الجزية يا هتسلم، وتبقى في برضه زكاة هتدفعها. الموضوع كله بيزنس يا مان، كله بيزنس، واخد بال حضرتك. ايه تاني نتكلم عنه؟ لما راح مكة تحول تماما 180 درجة. يعني الراجل اخي بعد احمد، ما يعني اتفضل هلا مثلا من صفات النبوه مثل ما تحدثت انت حضرتك، انه النبي اللي جاي مثلا، يعني هلا عنده في وقت واحد كان يقولوا من تسع نسوه، وكان يمشي عليهم يدير عليهم بليله واحده في ساعه واحده بغسل واحد، بهالحكي هذا للاسف يعني المخجل يعني. وهالحروب اذا حرب، يعني الحرب نفسيه الحرب، لحتى انسان يطلع من نفسيه الحرب بده سنين يعني. فهل انسان هذا، يعني انا ما عم بقدر اتصور كيف بقدر يعني جاي للاستسلام وللخير، ولا جاي للنساء والعطور والحروب، يعني كيف كان يوفر الوقت اصلا؟ من اين له الوقت بالظبط كده؟ ما انا ما هي ما هي شيء غير منطقي. وبعدين اللغه تغيرت تماما، واصبح لا يتكلم عن قريش نهائيا. ما هو ليه بقى ما بقاش يتكلم لما راح المدينه؟ ما بقاش يتكلم عن قريش. هو عايز دلوقتي، هو خلاص فيلم قريش دعه جانبا، انا عايز اعمل جيش بقى، انا عايز اعمل جيش واعمل قوه عشان اروح بقى ايه، كيك دراس واخد بحقي وانتقم. فهو دلوقتي القران ما بقاش يجيب شيره قريش بقى، اللي هو العيله المدنيه، ما عادش بقى الكلام ده. والوحي بقى ما عادش بقى بيدافع عن محمد، وما عادش بيقول ان محمد ده رسول وان محمد ده مش مجنون. لا، الكلام ما بقاش كده بقى، الكلام ما بقاش كده خالص. اصبحت لغه القران تتكلم عن اليهود، وابتدى بقى ايه، ابتدى بقى ايه يتكلم بقى عن اليهود. ما هو عايز اليهود يبقوا في صفه، وان انتوا اصحاب دين، وان انتوا اصحاب رساله، وان هو ايه يجيبهم في صفه، وياخد ويجيب عطف، ياخد عطفهم يعني، ويبقى يبقوا معاه يعني، يضمهم لصفه، انه كانوا تجار وكانوا معاهم فلوس. فالغريب بقى ان هي بعد اول حرب، واخد بالك، هو محتاج بقى لمساكن للصعاليق وللاوس والخزرج، دول اللي بيحاربوا جنبه دول وبيساعدوه. يروح مطفش اليهود من المدينه، يروح متلكك لهم كده وعامل لهم تلكيكه، واخد بالك، ويروح مطفشهم ومدبحهم ومقتلهم وبتاع. طب فين اخلاق النبوه؟ فين الرحمه والتسامح؟ طب مش دول اليهود اللي انت قلت ان دول اصحاب رساله، وان دول ناس كويسه، وان لما احتجت ان انت تجيب صعاليقك يسكنوا المدينه رحت مطفشهم؟ طبعا قبيله بني غفار اللي هي منها ابو ذر الغفاري جت هاجرت المدينه وانضمت لجيش الصعاليق، واخد بالك. فبقت بقى محتاج ابارتمنتس، محتاج هاوسنج ليهم. صحيح. احمد، ممكن تحكي لنا عن زوجات وسبايا وعبيد محمد، وخصوصا قصة زواجه من ابنته، يعني من ابن مرت زوجته، مرت أسد، مرت ابنه، يعني إذا تحكي لنا إياها. طب دي عايزة سيجارة، أجيب سيجارة بس. يلا ولا يهمك. يعني بالفعل يعني أنا أتعجب كيف النبي همه الوحيد الزواج، ولا يعني زوجة ابنه اللي لازم تعتبر كبنته يحط عينه عليها يعني. فانا انا 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 استغرب من هكذا عقليه، استغرب من الناس اللي يقدسون هكذا انسان. يعني للاسف كيف تقدس انسان انت يعني شايفه انه خلى ابنه يطلق مرته عشان هو ياخذها؟ يعني كيف انت بتقدر؟ المنطق، اين المنطق؟ اكزاكتلي اكزاكتلي. بص يا سيدي، هو واضح طبعا جدا من سيرته ان هو كان يعشق النساء وعشق النساء. انا نفسي انا بحب الستات، واخد بالك، مفيش رجل مكتمل الرجوله ما يحبش الستات، ده شيء طبيعي فينا كبشر كرجال يعني، واخد بالك. ده مش حاجه غلط، لا تعيب الانسان كانسان، انما تعيب الانسان كرسول، لان انت جاي برساله،
مش اول بقى ما نفوسك تقوى بقى وتروح المدينه وتعمل جيش وتعمل بتاع خلاص تدورها بقى زيجات وبتاع. طب وانت فاضل الزيجات ولا فاضل لنشر الدعوه والسلام والكلام من ده؟ طبعا كلام غير منطقي. بالنسبه لبنت لمرات زايد، هو راح البيت عند بيت ابنه مره وابنه ما كانش موجود، فخبط على الباب ففتحت له زوجة ابنه، واخد بالك؟ فقالت له هو مش موجود، واخد بالك؟ ولما يجي بلغه ان انت جيت. فبتقول بقى هي لما جوزها جاي بتقول له انا شفت ان هو لما خرج من البيت قعد على باب البيت وقعد يبكي من الوله، يعني من شدة الاعجاب بيها. ويقال ان هذه السيدة كانت سيدة جميلة وكانت حاجة ملصلصة كده زي ما بنقول في مصر، يعني مزة يعني، واخد بالك؟ فطبعا عجبته جدا، عجبته جدا، وحس بقى بالعشق ناحيتها، وقعد على باب البيت يقول فيها شعر بقى وايه الجمال ده وايه الحلاوه دي وبتاع، لدرجه ان هي شافت دموعه. فقالت له كده، فراح بقى يجري عليه، ما هو نبي بقى، راح يجري عليه قال له انا طلقها لك دلوقتي، انت رسول الله وانا اي حاجه اعملها علشان. فقال له لا يعني ايه مش عارف احفظ عليك زوجك ولا يعني خليها معاك يعني مديك عليك زوجك يعني واخد بالك لغايه لما يظبط الايه يا معلم، ما في ايه لازم تتظرف. هو معقول هتبقى كده؟ اصل لو وش كده هتبقى باينه قوي. فلا لا خلي معاك مراتك لغايه بس ما تكتك للايه، لغايه لما الوحي بالضبط حتى نحط الخطه يعني، حتى نعمل الخطه. فطبعا راح مظبط الايه وراح ظرف الايه، راح المعلم مطلقها وراح متجوزها اهو. طيب يعني اي نبي واي رساله واي اله واي منطق؟ يعني هو انت هو اللي بيكلمكم ده واحد مثلا مولود، كنت مولود يهودي مثلا فبكرهكم؟ لا، انا مجرد ان انا جيت في فتره من حياتي شغلت عقلي وابتديت ان انا اسال طب ازاي، طب ليه يعني، ليه ده، ليه كده يعني، ازاي يعمل كده يعني، ده مش منطقي. فده بالنسبه لزواجه من مرات زايد. يعني هو نبي ويعمل اللي هو عايزه بقى، ياخد توكيل. انت زعيم وتعمل اللي انت عايزه ولا راي عادل امام؟ بالضبط، ياخد توكيل يعني، ما عليه حرج. طيب اخي احمد، يعني على هو تحكي لنا على غزوه قريه بني قريظه وزواج محمد بن صفيه بنت حيي، يعني هالمأساة الحقيقة، المأساة اليوم تجي تقتل كل أقارب، ويعني من ضمنهم الأب والأخ والزوج والخال والعم والجيران وكل هالناس هاي، وفي نفس الليلة تدخل عليه على إنسانة بعد ما قتلت كل أقاربه وأهله وناسه وتعملها أم المؤمنين، يعني كيف هل الإيمان اللي نزل على قلب الإنسان المسكين الحزين المفجوعة بأهله في لحظة من 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 الإلهام يعني؟ تفضل وتشرح لنا يا تفضل أخي أحمد. هي أنا أزعم إن صفية دي أكيد موزة برضه، يعني هي أكيد كانت، لأن هي لو مش موزة لو مش حلت في عينه ما كانش انتبه أصلا، واخد بالك؟ هو كان كل الموضوع إن هو الجيش كتر، والصعاليق اللي هو بيستخدمهم في الغزوات في جمع الجزيه وفي الربح تربح من الاغاره على القوافل ومن السبي والكلام من ده، الناس دي عايزه مكان وعايزه تسكن وبتاع. وبعدين اليهود بقى وقفلوا في الزور بقى، عايز يتخلص من هؤلاء اليهود ويدي مساحه للجيش والصعاليق والناس دي تسكن وتعيش، واخد بالك؟ يعني مش عارف يعني احنا بشر بنحس وعندنا مشاعر وبتاع، ازاي تقتل اهلها وبعدين تاخدها لا، والمسلمين يقول لك ايه ده، هي كانت راضيه. يعني اي منطق؟ يعني ايه كانت راضيه؟ يعني تخيلها انت كده لحد من اهلك مثلا تحصل له موقف زي ده، ازاي هتبقى الست دي راضيه؟ يعني اي منطق واي عقل يقول الكلام ده؟ وازاي انت مصدق الكلام ده؟ طبعا خدها، واخد بالك؟ بعد ما قتلهم وخدها ودخل عليها، والموضوع كله ايه؟ اكل وتلهط الفلوس والخيرات بعدين، وتاخد النسوان تنام معاها. نبوه مين يعمل حاجه؟ نبوه مين؟ يعني انا مش شايف اي نبوه في الموضوع خالص،
واخد بالك، غير ان الموضوع كان بيزنس، وكان زي عندنا هنا في امريكا تلاقي مثلا بعض الاحياء الامريكيه حتت معينه كده جماعات بيعملوا زي مافيا مع بعض، مافيا مع بعض، واخد بالك، وبيبتدوا يغيروا بقى على محلات وعلى شوبينج سنترز يسرقوها وبتاع. نفس الفكره، يبقى دول انبياء الناس دي، الجانجسترز دول، يعني الجانجسترز دول يبقى نبي ازاي يعني؟ باي منطق يعني؟ انا مش عارف. وبعدين مكه دي قبل فتح مكه دي كان فيها ديانات كتيره، وكان كل اللي عايز يعبد حاجه بيعبدها، وكان في نوع من التسامح والسماحه بينهم كده، لا حد بيجادج حد، ولا حد بيقول لحد انت مش بتامن بديني وانت بتامن بدين مختلف عني، لا، كل واحد حر بيروح ما بيروح عند الكعبه ويعبد اللي عايز يعبده، اللي مسيحي مسيحي، واللي يهودي يهودي، واللي وثني وثني، واللي ومحدش بيعترض لحد. دخل قلب الترابيزه، لا هو بقى ده نظامي، واخد بالك، وهو من هنا ورايح اللعب كده يا اولاد اللذين، ماي واي اور ذا هاي واي زي ما بيقولوا يعني، هو ده نظامي. ماي واي اور ذا هاي واي، مفيش محطم الاصنام ومكسر الدنيا وفرتك العالم وبتاع وفرط جزيه وفرط بتاع. طب واللي مش عايز يا عم يؤمن بيك، اللي شايف، اللي مش مقتنع برسالتك يعمل ايه؟ تموته؟ تاخد فلوسه؟ تاخد مراته؟ انا مش فاهم يعني إيه دين ايه وتسامح ايه اللي بتتكلم فيه. ال 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 المشكله يا اخي جون، ان المشكله الحقيقيه، انا شايف ان مشكله الاسلام الحقيقيه جت بعد وفاه محمد. اللي احنا بنعانيه الايام اللي احنا فيها دي، ومن من 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 تدهور لبلادنا العربيه وخراب وقتل وارهاب. لسه امبارح حادثه في الغردقه، وسياح، اربع سياح اتصابوا امبارح، كل ده سببه بعد وفاه محمد. ليه بقى؟ محمد طرد اخر يهود قبل ما يموت باربع سنين، واخد بالك؟ وبعدين جم قالوا ايه؟ قالوا ان هو مات واحده يهوديه سمته، حطت له السم في الاكل. طب ما انت ماشي اليهود، اخر يهودي طالع من المدينه اربع سنين قبل ما تموت، يبقى ازاي واحده يهوديه سمتك؟ فالكلام ده ميك سنس. انا عايز اتكلم في الموضوع ده لان انا شايف ان الموضوع ده هو سبب البلاوي السوداء اللي بلادنا فيها الايام اللي هي ايه بعد وفاته، اللي هو الكلام اللي جاي يتكلم عليه اسلام البحيري وحبسوه. اسلام البحيري لما يتطرق لمحمد شخصيا او القران شخصيا، لانه عارف العواقب هتكون ازاي. وانا ازعم انه ممكن يكون اسلام ملحد، بس انا مش عايز اتطرق لده. بس الراجل اتكلم عن ايه بقى؟ انتقد ايه؟ انتقد بعد وفاته اللي هي سيرته. على كل حال اخي احمد، نحن راح نجي على الموضوع، موضوع تسميم محمد وبعد وفاته، اكيد راح نرجع على الموضوع. تمام. الاخ اسلام بن البحيري انا متاكد هو ملحد، ولا واغلب المفكرين اللي يطلعوا على اساس انهم مسلم قيود، يعني انا متاكد من الحادهم يعني. ف المشكله انه السيف الجبان، هذا السيف المسلط على رقاب الناس، هذا السيف الجبان اللي خلى الناس ما تقدر تحكي تقول بصراحه نحن ملحدين. ف بس خلينا اخي احمد نجي على الايات اللي كانت تخص شخصيه محمد، مثلا آية المسد وغير المسد، يعني اللي كانت تخص شخصية محمد، لآيات النكاح اللي تخص شخصية محمد، شو رأيك في هالآيات هاي وسبب نزولها يعني، وشو هالإله اللي يرسل رسالة الأخيرة للبشر تحوي على هكذا أمور؟ يعني اليوم الله بده يسكر الدكان، يسكر الدكان تبعه، بده يبعث آخر رسالة عشان الإنسانية تصير بأمان وتحوي كل هالكم هذا من الشتائم والقاذورات هي، وشتائم تخص يعني شخص واحد، هو الساعي البريد، يعني بدنا نسميه صاحب الرسالة ساعي بريد، يعني يجي يعطي الرسالة ويمشي، المفروض يكون هي شغلة الرسول يعني. بس المشكلة الدين والرسالة الأخيرة لإله محمد تمحورت على الشخصية وعلى أفعاله الفردية، يعني خلينا نقول الجنسية والأكل والشرب وبسطه، خلينا نقول. تفضل.
طبعا كلامك مظبوط، يعني المفروض ان هم بي 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 بيزعموا ان دي اخر الرسالات واخر الاديان، وان المفروض ما دام هي اخر الرسالات واخر الاديان يكون فيها كل شيء الانسان محتاجه، وما تبقاش ما هي الا تعبير عن اهواء محمد وغرائز محمد ورغبته في النساء يعني وجمع المال. ف انا شايف ان محمد كان ليه شخصيتين. الشخصيه الثانيه ظهرت طبعا لما راح للمدينه، وبان قد ايه هو انسان، بان قد ايه هو انسان بشري، ليه غرائز وليه شهوات عايز يحققها، وعايز ينتقم من قومه اللي كانوا رافضينه ولافظينه، والموضوع كان كله نساء، وكل ما يشوف ست عايز يتجوزها يتجوزها، لدرجه ان المقوقس بتاع مصر لما محمد بعت له رساله ان هو هيجي مصر بعت له واحده ست. يعني هو عارف عارف ديته ايه يعني، يعني هو عارف ان ده هيسكته او ده يمكن يسكته لما بعت له ساره، واخد بالك؟ فالموضوع كان كله عن اهوائه وعن رغباته وعن اللي هو عاوزه، وتكوين إمبراطورية عسكرية الغرض منها جمع المال والسطوة، يعني ليس لها علاقة بإله أو بوجود إله. وأنا مش شايف إن في أي نوع من التسامح هنا أو المحبة أو كده، لأن التسامح إيه ومحبة إيه وأنت عامل في آخر 8 سنين من حياتك 90 غزوة؟ يعني كمان مان 90 غزوة، يعني كل شهر بتعمل غزوة، بتعمل حرب، بتقتل فيها اللي تقتله، وعامل بالقوة. ها؟ وعامل مثل الفتوه، فتوه الحاره يعني، او بالظبط مشابه بالظبط، يعني هي الموضوع كان كله بلطجه يعني وفرض سيطره وبتاع. انا مش شايف ان دي تصرفات نبي نهائي. طب شو رايك بايات الشتم؟ يعني مثل المسد، عمه غضب عليه مثلا او حكاه كلمه، من المسد، و في جيديها حبل من مسد. ما هو اللي كان بيضايقه كان بيظرف واحد اي حضرتك، يعني اي حد يضايقه يروح يظرفه واحد اي شتيمه. طب هل لو في اله، هل الاله ده هيشتم؟ يعني بالمنطق، يعني اي حد يفكر بالمنطق بيسمعنا، اسال نفسك هل الاله اللي خلق الكون الكبير ده كله هل هينزل ايات فيها شتيمه؟ طبعا مستحيل. وهل هيتكلم عن شخص بعينه؟ هو في كام شخص اتولد على الارض دي من 4.5 مليار سنه؟ يعني وشمعنا الراجل ده ابو لهب وابو جهل والناس دي هي اللي نزل لها ايات شتيمه وبتاع؟ المفروض ان القران ده جاي للبشريه كلها، يعني خد بالك. اشتم بقى هتلر. طب ما فيش ايات شتيمه، انا اشتمك في هتلر ليه؟ اللي حرق اليهود، عايزين ايه لو سمحت؟ ما هو برضه قاتل والراجل مش كويس. عايزين ايه شتيمه في مين مش كويس؟ اي حد عمل ظلم للبشريه مثلا زي الاسد ولا وريفر، واخد بالك؟ عايزين آية في الراجل ده برضه، الناس اللي مش كويسة دي. هو لو في منطق كان بشار هلا صار يعني علكة في القرآن، بس للأسف ما في منطق لا بالإسلام ولا أتباع الإسلام، وحتى بشار هو تابع من أتباع محمد. يعني أنا كتبت على صفحتي على الفيسبوك في إحدى الأيام إنه إذا كان في شخص يمثل محمد في هذا العصر فهو بشار، وهو تابع من أتباع ابن عمه، يعني ابن عمي علي. للأسف يعني كان الوضع كله مسألة لعبة وخرافة وسياسة وجنس ومسخرة للأسف. يا باشا حياة الملايين كلها لا تعني شيء لمحمد، لا تعني حاجة. تفضل. هو بدأ مع قريش ديت، بدأ معاهم بالدعوة بالتسامح الأول، واخد بالك؟ بالراحه كده، ولو سمحتوا يا جماعه واسمعوني وفي اله وانا رسول وبتاع، واخد بالك؟ طبعا قريش دي ما سمعتوش خالص، راح متحول بعد كده للدرجه اللي بعد، قال لك ده مش نافع. طب لما ايه اقول لهم كلمتين كده، ايه اثبتهم بيهم كلمتين حلوين كده يمكن يرضوا عني. طبعا ايات الغرانيق والكلام من ده طبعا برضو ما جابش نتيجه. راح مكه بقى وعمل لهم جيش، ما هو مصمم، هم مش عايزين يقبلوه هم رافضينه، واخد بالك؟ وهو ده هيجننه، هي مشكله حياته قريش اللي هي رافضاه من البدايه، من هو طفل ده، من اول ما اتولد وبعتينه بره، واخد بالك؟ فهو عنده مشكله كبيره معاهم، مشكله نفسيه. راح المدينه بقى
وظبط الصعاليك وظبط الاوسط والخزرج وظبط الجيش اللي 100 100 وراح لهم بقى تعالوا بقى. وبعدين لما دخل لهم بقى يا معلم انا بقى فرض سيطره وانا هتمشي زي ما انا عايز. وطبعا واضح جدا 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 ان هو ما كانش عادي في 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 مع الناس هناك، يعني ناس قتله يسامحهم وناس مساكين غلابه ولا واحده قالت بيت شعر يقتلها. طب اين 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 العدل؟ يعني هي دي ارساء اسس ومبادئ العدل في الدين؟ طبعا كلام فارغ وكلام كلام غير منطقي خالص خالص نهائي يعني، واخد بالك؟ ف انا ضد ان ممكن يعني انا ضد ان فكره الرساله في الوقت دي مش دي ده مش اخلاق رسول ومش رساله ومش دين، مش ده مش من عند اله، لا مش مستحيل يعني. بكل تاكيد هي اخلاق رئيس عصابه ليس اكثر. اخي احمد، نحن نحلل شخصيه محمد كانسان، برايك هل تحمل شخصيه محمد اي صفه حميده او انسانيه؟ وهل يمكن لاي قارئ حيادي لسيرته ان يستخلص منها العبره المفيده والنصائح؟ تفضل. اين العبره والنصيحه؟ اين العبره والنصيحه فين؟ ما هو الكلام بالعقل يعني، الكلام بالعقل يعني 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 انا لو هقلده بقى انا هطلع بقى اشوف لي جوز مسدسات واطلع بقى اخد سبايا واشوف مره حلوه اتجوزها بوقت جوزها واروح بقى افرح محلات وبتاع، ما هو ده اللي هو كان بيعمله. اين العبره من ايه يعني؟ مش فاهم فين العبره؟ العبره في الزواج من النساء؟ اخرب بيوت الناس عشان اتجوز مره عجباني؟ امسك طفله عندها 9 سنين وافخذها؟ كان طلع هي قالت كان يفخذني لان انا لسه ما بلغتش، يخرب بيت كده. ده حاجه ده جيزوز، ده مش ما ده مش ما طفله، ده كلام جنان يعني. في اخد منه ايه؟ طب اديني حاجه يعني، يعني ايه اللي يتاخد منه كويس نصيحه يعني؟ انا شخصيا مش شايف اي شيء ممكن تاخده منه ينفع الادميه او الانسانيه او البشريه. ايه اللي يتاخد؟ ما فيش حاجه. كل الكلام وكل السيره عن غزوات وعن قتل وعن سبي نساء وعن جواز من صغيره وعن اطلع واحد من مراته عشان اتجوز مراته، وحتى قبل ما يموت بدل ما الإله يبعت آية أو صورة فيها التعليم وفيها القواعد اللي هنمشي عليها بعد وفاته، لا ده سابها عايمة كانت الطربة تولع، أنا خدت اللي أنا عايزه واخد بالك، وولعوا بقى بعدية ولا موتوا بعض ولا بتاع. يا أخي النهاردة يا أخي اليمن مولعة بموتوا بعض، العراق مولعة بموتوا بعض، سنة وشيعة يعني. اتكلمت عن كل حاجة، اتكلمت ازاي تتعامل مع مراتك في المحيط، واتكلمت مش عن كل صغيرة، وجيت على اهم شيء وسبته كده ان المسلمين يموتوا بعض؟ طبعا كلام غير منطقي، كلام غير منطقي بالمرة يعني. يعني انا بتجيني تحضر لي ذاكرة يعني، اشوف بتذكر عمرو خالد هو عم يبكي لا تعالوا ندخل على بيت الرسول، كيف كان يعامل زوجاته؟ شوفوا العبر والماء. شو بدك تاخذ؟ شو يعني شو بدك تاخذ من حياه رئيس عصابه يعني همه الوحيد يغزو وياخذ النساء ويسبي ويمارس الجنس مع عبيده؟ فانا انا انا يعني بصدق استغرب عن هذه العقول التي تقدس هذا الشخص وتدعو الناس ان تقدس هذا الشخص بعلم او بغير علم، يعني يا بخبث او بغباء، للاسف يعني للاسف الشديد الشديد. يعني ايه كان بيعامل زوجاته كويس؟ هو اللي يروح يتجوز على مراته كده هو بيعملها كويس؟ ده اكتر حاجه تقتل الست ان انت تتجوز عليها يعني، هو ده تكريم المراه ازاي بقى؟ يعني الست يبقى ليها زوج وليها بيت وليها اولاد، وجوزها ده اللي هو المفروض ان هو ملكها بتاعها يروح يتجوز يجيب لها واحد ست تاني ويجرح مشاعرها ويكسر نفسها وبتاع وكده، يبقى هو بيعامل الست كويس؟ طبعا كلام غير منطقي. ايه ده كلام ما حدش يصدقه ده، انا ما صدقش الكلام. بالضبط يعني العداله، اين العداله اليوم؟ اليوم اذا بدك تتجوز 4 أو 2 خلينا نقول كل يوم عند وحده، في اطفال من هي واطفال من هي، يعني الطفل اذا ما شاف والده كل نهار عنده بحنان وشيء، كيف بده يتعلق بهذا وكيف بده يتربى؟ يعني كيف بده يتعلق بهذا الاب وكيف بده يتربى اذا نهار ونهار الثاني ما موجود عند زوجته الثانيه؟ للاسف يعني شيء غير منطقي نهائيا.
طيب أخي أحمد، خلينا ننتقل لسؤال ثاني. يعني احكي لنا عن وفاته، عن وفاة وعن الشخصية التي سممت الشاة التي أكل منها. يعني أنا مثل ما قلت أنت، أنا بجد مستغرب يعني كيف يتسمم قبل 4 سنين، بعد 4 سنين يموت بالسم هذا. يعني أنا يا باشا غير منطقي يعني. تفضل. كتب التراث بتقول ان اليهود طردهم محمد شر طرده وخلص عليهم خالص 4 سنين قبل وفاته. يبقى ازاي في امراه يهوديه اكل شكل من الشاه وسممته وحطت له سم في الاكل؟ طبعا ده مش مظبوط. اللي حصل ان محمد كان بيجهز جيش علشان يغزو يحارب الروم، وحط على الجيش دوت شاب عنده 20 سنه اعتقد اسمه اسامه بن زيد بن حارثه. الشاب ده كان صاحب علي، شاب صغير عنده 20 سنه. طبعا موضوع ان هو يعني همش او ترك عمر وابو بكر الناس الكبار دول وجاب عيل صغير عنده 20 سنه يبقى اهد، يعني يبقى قائد للجيش ده، طبعا ده جننهم. الجيش ده رايح يغير ورايح يسبي نساء ورايح يجمع خراج وزكاة وفلوس وبتاع، هتروح عليهم الفلوس دي فتجننوا، واخد بال حضرتك؟ طب انا هقول لحضرتك على حاجه. لما محمد على فراش الموت وطلب يكتب الوصيه بتاعته، ليه عمر بن الخطاب رفض ان هو يكتب وصيته؟ وقال ما تجيبوش حاجه، ده بيخرف، انه يهجر وبتاع. طب ما تسيب الراجل يكتب بالوصيه. طب ما يمكن الوصيه ديت محمد وهو على فراش الموت قرر ان هو يقول يا جماعه انا مش نبي ولا حاجه، وقرر ان هو مثلا انسانيته ضغط عليه وقرر ان هو يعترف بالحقيقه ويرحم الامه كلها اللي جايه من بعده انها تقتل بعضها وتموت بعضها والكلام من، وتسلك هذا النهج العدواني، واخد بالك؟ ليه ما سبتوش يكتب الوصيه؟ طبعا عمر خايف ان هو يقول ده انا كذا كذا، واخد بالك؟ مش عايز حد يعرف. وبعدين بمجرد وفاته سايبينه ورايحين السقيفه يتخانقوا على مين يحكم. اتقسموا لثلاث فرقه علي والعباس اللي هو عم النبي، وقالوا ان الخلافه لازم تكون في بيت النبي لعلي، وفرقه تانية ابو بكر وعمر قالوا لا ده احنا الاصحاب واحنا اللي احق بالخلافه، وفرقه ثالثه اللي هم الاوس والخزرج، وطلع ابو عبيده اللي هو كان ابن عباده، سعد ابن عباده اللي هو كان زعيم الخزرج ايامها، وقال لا احنا اللي ساعدناه واحنا اللي حاربنا معاه واحنا اللي بنحقنا الخلافه. فطبعا عمر وابو بكر مصممين على الخلافه، واخد بالك؟ سعد ابن عباده ساب المجلس ومشي، سابهم ومشي لانه رافض طبعا اللي هم بيقولوه دول، وراح رايح عمر عند علي في البيت وقال له انا هحرق البيت وهولع فيك، لدرجه ان هو بارزه بالسيف، عمر بارز علي بالسيف لغايه لما خلاص كان هيقتل علي. خلاص علي قال لك خلاص بقى هعمل ايه؟ خلاص ليت جو بقى امان، انا ده فيها ده راجل هيموتني. وبكده بقت الخلافه لابو بكر. سعد بن عباده بقى معلم بعد الحادثه ديت، بعدها بسنتين بعد جلسه السقيفه ديت والخناقه ديت، اتقتل في الشام بعدها بسنتين في ظروف غامضه، وفي التوقيت اللي عمر مسك الخلافه بعد ابو بكر. يعني ابو بكر مسك الخلافه سنتين وجي عمر مسك بعد الخلافه. فاول ما مسك عمر الخلافه زعيم قبيلة الخزرج ده اللي هو سعد بن عبادة اتقتل في الشام، بيقول لك اتقتل وهو يبول وهو بيتصير يعني. والغريب بيقول لك ان الجن هو اللي قتله. الجن قتله مين يا جدعان؟ هو الجن هيقتل ازاي؟ طب ما احنا عايزين هو يخلي الجن يقتلني. الجن قتل. انتوا بتكلموا هبل ولا بتكلموا مين؟ الجن مين اللي هيقتل؟ وعلى فكره السيره ديت هي سبب الوحل البلاد العربيه فيه. ما انت دلوقتي تروح مصر واكيد عندكم برضه في سوريا يا اخي جان، تلاقي مثلا في القرى في الارياف الحته اللي فيها جهل وفيها اميه يقول لك البيت ده ولع الجن ولعه، لغايه النهارده في الايام اللي احنا فيها ده الواد دوت وقع في الترعه وغرق ده الجن اللي زقه.
انا اصلا لحد الساعه هي يعني السهرات اللي كنا نسهرها على الجن يعني، ويقول لك هو كان ماشي بالليل واحد خبطه خبطه برافو عليه. هو الجن خيفته وهالحكي يعني لا يطلع بالدماغ، الحكي يخوفين ولا اطفال يعني للاسف يعني، يعني يعجز اللسان عن التعبير بصراحه. انا ماني قادران احكي يعني بهالموضوع هذا من كثر ما هو تافه وخرافي ومسيء للعقل الانساني بصراحه. تفضل. بالضبط، يعني احنا توارثنا هذه الخزعبلات والخرافات، ونعتقد فيها الى يومنا هذا. الدول الغرب بتبحث كيفيه استغلال الدارك ماتر والدارك انرجي، وما هي الدارك ماتر وما هي الدارك انرجي، واحنا بنتكلم لسه في الجن وفي العفاريت اللي بتحرق بيوت وبتزق العيال في الترعه وبتعمل حوادث كمان وبتخرب بيوت وبتخلي الناس تتطلق. الجن هو اللي بيعمل كده. ما هو سببه بقى الكلام ده يا معلم، سببه الكلام اللي انا بحكيه لك ده، لما يجي عشان متغاظين منه وعشان ما رضاش يبايع ابو بكر وما رضاش يبايع عمر على الخلافه، يروحوا يقتلوه في الشام ويقول لك ان الجن اللي قتله وهو بيتصير. طب وش معنى وهو بيتصير؟ يعني انا مش فاهم. طب وليه مش وهو نايم؟ طب ليه مش وهو واقف؟ طب اشمعنى وهو بيقول؟ يعني كلام فارغ يعني، واخد بالك؟ والكلام ده انا موجود في مؤرخ كاتب عنه اسمه ابن حجر، وموجود في البدايه والنهايه للي عايز يتاكد من المعلومه. وبعدين ده مش ده كمان قالوا ان الجن قال في بيت شعر، قال لك ايه بقى؟ لقد قتلنا السيد الخزرج سعد بن ابي عباده، رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. يا سلام، الجن بيشعر. الجن بيقول شعر يا مان. انا بصراحه يا احمد انا اكتب الشعر يعني، اخاف اكون جني يعني انا. يعني كلام غريب جدا. وعلى سيره دارك ماتر ودارك انرجي، اظن الدارك ماتر هو الجني والدارك انرجي هي الجنيه، بتزوجوا بعض ولا الكون للاسف. يعني خيبتنا تقيله قوي، خيبتنا تقيله 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 تقيله. يعني مش عارف اقول لك ايه، ان احنا نصدق في كلام زي ده، واخد بالك؟ كلام غير منطقي. وبعدين سايبينه بقى 3 ايام في فراش عائشه ميت، معتقدين ان هو هيبقى ليه كرامات او ان هو هيبقى ليه معجزات مثلا زي المسيح، ان هو مثلا هيقوم من الموت وهيصعد للسماء، فعشان كده سايبينه. بس لما لقوا بقى ان خلاص بقى ريحه الجثه طلعت، فاضطروا ان هم يدفنوه. وبعدين ابو بكر بقى بعد وفاه محمد غلط غلطه عمره، غلطه حياته، طلع يقول لهم ايه بقى؟ من كان يعبد محمد فمحمد قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. راحوا بقى الناس بقى اللي كانت مؤمنه بقى بمحمد، قالت لك بقى انا ايه، انا ايه اللي يخليني يا عم ادفع زكاه؟ ما الموضوع كان كله فلوس بزنس، وانا ادفع زكاه ليه؟ لا انا مسلم ومش هدفع زكاه. وخدوا جنب، وطلع منهم رسلهم، يعني هم عملوا قرانهم وعملوا رسلهم الرسل بتوعهم وبتاع، واترجعت بقى تاني ايه للقبليه مره اخرى زي ما كانت. هم ما رجعوش يعبدوا الاصنام، بس هم بقى ايه خلعوا بقى من القصه دي، واخد بالك؟ قال لك ما هو دلوقتي غزوات، مش عدنا هنعمل غزوات ولا هنرجع بلادنا بفلوس. ايه اللي خلانا ندفع في زكاه وخراج وبتاع؟ احنا مالنا بالكلام ده يا معلم. فخرجوا بقى، ناس كتير خرجت عن الاسلام. يقوم يعمل ايه بقى المعلم؟ ما هو عايز لها حل، هو عايز يجد لها حل المشكله دي، ومشكله كبيره. ناس كتير تخرج من الاسلام بعد وفاه محمد، والقران مش لاقي فيه حل. راح جايب لك واحد اسمه ابو هريره. ابو هريره ده يا معلم كان شحات، شحات من اللي هم الناس اللي بس قبل ما تبدا بابو حريره، يعني تصليح هو اسمه ابو حريره ليس ابو حريره. ابو حريره، ابو حريره ده دخل الاسلام متاخر، وعاش وكان مسلم اخر سنتين ونص في حياه محمد. واخر سنتين ونص في حياه محمد، محمد كان مشغول بالغزوات وبالنسوان وجواز النسوان وبتاع، هو فاضي يقعد مع ابو هريره؟ ابو حريره ده الراجل ده كان راجل غلبان، يروح الجامع يديله لقمه ياكلها، عمر كان يخبطه بالشلوت يخبطه بالصوت، يعني كان مهزأ يعني، ما كانش راجل ذو شأن يعني، واخد بالك؟ بس هم عايزين يلاقوا حل بقى، ان هم الناس اللي اخترقت الاسلام دي ترجع تاني. احنا كده هنخسر البيزنس يا معلم، البيزنس هيروح مننا كده، طب هنعمل ايه يا جدعان؟ احنا كده رايحين في داهيه. قال لك تعالى، انت كنت بتشوف النبي وبتاع، انت تظرفنا بقى واحد حديث. ما هو اظرف اللي كان بيظرف واحد ايه اتكل على الله، وهم عايزين يحلوا المشكله. فقال لك بقى هات ابو حريره يظرفنا واحد حديث. راح المعلم جاي يقول لك ايه بقى؟
اقول لك انا احاديثه، وكان لا والاحاديث ياكدها ابن عمر اللي هو عبد الله بن عمر، يعني ابو حريره يظرف الحديث يروح ماكده مين؟ ابن عمر. يعني من كلها من داخل عمر وابو بكر، مفيش. وبعدين ايه؟ عائشه اللي هي بنت ابو بكر 2300 حديث، وتلاقي مثلا زوجه تانية من زوجات النبي 6 احاديث. طب اشمعنى عائشه 2300 حديث؟ واشمعنى ابو حريره 2500 حديث واخدين احاديث كتيره خدوا منهم 5 او 6000 حديث اللي بيظهر بيدرسهم؟ طب الله، طب وبقيت زوجاتي؟ ما هو عاش برضه مع زوجات تانية، حفصه ومش عارف ايه، فين الناس دي ما قالتش حديث زيكم كتير ليه؟ واخد بالك؟ ما بدل دينه فاقتلوه. وبعدين انتوا تاخدوا بالحديث ده النهارده ودايرين تقتلوا في الناس، ده ما يا عم ما جاش في القران. ده هم عايزين الناس اللي هربت دي من الزكاه ومن البتاع وخد، وبعد ما النبي مات عايزين يرجعوهم تاني، فجابوا الراجل ده يظرف احاديث واخد بالك ويمجد فيهم عشان يرجعوا الامبراطور، يقوي الامبراطوريه والناس ما تسيبش الاسلام. انت جاي النهارده تقول لي تاخد بكلام ابو حريره والناس دي؟ طبعا ما ينفعش. اخي احمد، في عندي سؤال اخير، يعني برايك انت شخصيه محمد اللي اتت في القرون الوسطى وعاش فتره 63 سنه فقط، يعني شو تاثيره كان بعد وفاته على مجرى الاحداث اللي صارت بالخلافات الاسلاميه اللي توالت على المنطقه الشرق الاوسط شمال افريقيا وعلى العالم عموما؟ يعني الخلافات الاسلاميه خصوصا الامويه والعباسيه والفاطميه، بعدين جت العثمانيه، هل الخلافات هي شو اثرت على العالم؟ شو سارت بالعالم؟ شو كان تاثيرها لحد، خلينا نقول لحد الساعه هاي كمان، يعني تاثيرها الشخص هذا شخصيه محمد؟ تفضل. ما طبعا هم واخدين من محمد العدوانيه، والموضوع مش موضوع دين، الموضوع موضوع بزنس. ما طلع لك شيخ الايام اللي فاتت ديت يقول في القنوات الفضائيه احنا لو نرجع لايام زمان وايام الغزوات ونغزو، ونشوف كل واحد يروح مثلا يغزو بلد يرجع معاه كم واحده ست وكم فلوس. يعني هي دي الفكره من اللي واخدينها من محمد، فكره الاغاره وفكره البلطجه وان انا اغزو وان انا اغير وان انا، وكانوا ماشيين على كده. هو الاسلام انتشر بحد السيف ولا الاسلام انتشر ازاي؟ بيخشوا بلاد بجيوش وبسيوف وبيجبروا الناس على انها لا تسلم لا تدفع، وبياخدوا اللي هم عايزينه من خيرات هذه البلاد ومن نساء الناس دي يتجوزوهم وياخدوهم سبايا وبتاع ورق وبتاع. فطبعا هم نهجوا نفس النهج، وابتدوا ان هم يستغلوا اللي يعملوا بقى سيره اللي هي سيره اسحاق وهشام وكده، وان هم يعملوا سيره عشان يمشوا عليها تساعدهم وتقوي شوكتهم وان الناس تصدقهم وبتاع. انما الكلام ده الكلام مش مظبوط، واثر دلوقتي علينا. احنا رايحين في داهيه، كل واحد يشوف بلده ووضعها ايه، ارهاب وتطرف. والبلاد اللي بتطبق العلمانيه هي البلاد اللي فيها تقدم وفيها هدوء وفيها حياه كريمه، والبلاد اللي ماشيه بهذا النهج العدواني اللي كله قتل وسبي نساء واغاره، وهو هي دي البلاد اللي رايحه في داهيه. الصومال بتعمل ايه؟ الدول العربية بإيه الوضع فيها؟ اليمن عاملة إيه النهاردة؟ يخش كده على النت يشوف اليمن إيه ظروفها، عمالين يدبحوا ببعض. واخد بالك؟ في قرية في سوريا محاصرة، يعني شعبها الناس أطفال بتموت من الجوع من الحصار. إيه هو ده الإسلام؟ هو ده الدين؟ وهو ده ربنا؟ وهو لو في ربنا هيرضى باللي أنتوا بتعملوه ده؟ إيه اللي إيه ده؟ ومين إداك الحق في كده؟ وهو عشان أنت معاك سيره ولا احاديث من 1400 سنه ولا من 1200 سنه، انت جاي تفرضها عليا؟ طب ايه رايك بقى؟ عايز تحارب نحارب. طب ما انت بتتدمر وبتتدك كل يوم، انت عايز كده؟ عايز تموت يعني؟ ما انت مش هتاذيني وهسكت لك. انا برضو قادر ان انا ارد الاذى دوت وان انا احاربك. هي انت عايزها تبقى كده؟ هل الدين عايزها تبقى كده؟ حروب وقتل وبتاع ولا يبقى ولا يعني العلمانيه ما فيهاش الكلام ده، الدول اللي بتطبق العلمانيه ما فيهاش الصراعات دي، انما الدول اللي ماشيه بالشريعه الاسلاميه والقران هي اللي فيها المشاكل، وهي اللي فيها الطائفيه، وهي اللي فيها العنصريه، وهي اللي فيها الدم والقتل والذبح. وطبعا ده مش ممكن يكون كلام جاي من عند اله، مستحيل يكون كلام جاي من عند اله، مش ممكن. رد
بالضبط أخي بالضبط، يعني للأسف هل شخصية محمد أثرت بعقوله؟ يعني اليوم الإنسان الشرقي صار، يعني شفنا نحن التحرشات الجنسية، يعني اجوا لاجئين من هربانين من الموت، هربانين من الحرب، يجوا على على على, على بلد تعطيهم الأمان، تعطيهم تأكلهم وتشربهم، وبالأخير يعتدوا على نساء ويسرقوا من محلاتها، ولا يعني في مثل بيقول إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد. أنا كشخص أدخل إنسان لبيتي يكون مضطهد وهربان من الموت أجي وجوعان متشرد، أجي أدخله بيتي، أول ما أدخله بيتي يجي يطلع على مرتي ويسرقني، يعني أي أين الأخلاق؟ أي يعني في انحطاط أكثر من هيك انحطاط؟ أنا يعني بصراحة أتعجب لهذه العقلية. يعني اليوم صار ألمانيا فيها جرائم، واللي وقفته على حدودها تبكوا مشان تدخلوا عشان تخش تبكوا مشان تدخلوا على ألمانيا. اليوم صار التحرشات جنسية بالنساء الألمانيات وسرقات وتفجيرات وقتل، بالسويد نفس الشيء، وبكل مكان يدخل مسلمين نفس الشيء. يعني يا جماعة راجعوا أخلاقكم، أين الأخلاق؟ هل إذا إنسان أكرمك ودخلك بيته تجي تسرقه؟ يعني السارق أنت في عفك عم تطلع إيده على أساس لا تحب السرقة، ومع ذلك تدخل بيت إنسان دخلك بيته وعطاك الأمان تجي تسرقه وتتحرش بزوجته ولا تتحرش ببنته؟ شو هالأخلاق هاي؟ مين جايين مخترعين الأخلاق؟ فكروا لمن تتبعون يا جماعة، يعني فكروا فيها. شو تعليقك أخي أحمد؟ تفضل يا باشا. أنا أقول لك إيه، أقول لك الواحد بيخجل يقول إن هو جاي من الميدل إيست. يعني تصرفاتهم تصرفات وحشية مش تصرفات بشر، والاعلام فضحهم وبيوري مساوئهم وبقوا مكروهين. يعني انت لازم تعرف ان انت مكروه من كل دول العالم المتقدمه، محدش عايزك ومحدش طايقك. تعال شوف الدعايه الانتخابيه للجمهوري دونالد ترامب، بيقول لهم انتخبوني وانا ما ادخلكوش المسلمين هنا. ما هو من عمايلكم، انتوا لو ناس كويسه، لو ناس مسالمه، لو ناس مش عنصريين، لو ناس بتتقبلوا الاخر، هل هتبقوا مكروهين من العالم كده من الدنيا؟ وقاعدين في فقر وفي مرض وفي حقد، وقاعدين تحقدوا وتخلوا على الناس اللي احسن منكم. احقد وغل زي ما انت عايز، مش هتوصل لحاجه. خليك في محمدك لن يساعدك، وقرانك لن مش هياخدك في اي حته، ومش هيساعدك قرانك. الموضوع منتهي، سكه خسرانه، دي سكه، ده موضوع خسران، ده موضوع بيتكلم عن العنف، وبيتكلم عن القتل وسبي النساء وأذية البشر، ومحدش هيسمح لحد ان هو يأذي. يعني مفيش دول هتسمح لك ان انت تأذيها. هتعمل عنف، هتطبق شريعتك على الناس اللي ما بتؤمنش بيها، هيوقفوا لك وهتضرب بالنار وهتتسجن وهتترحل ويطلع عينك. محدش هيقبل باللي انت بتعمله ده خالص، ده شيء غير انساني وغير ادمي وغير مقبول، ومحدش جنبوره بودشي، نوبريز جنبوره بودشي. واي مسلم عاقل هيبحث في دينه وفي كتب تراثه هيوصل للي انا والاخ جان وصلنا له، ان الكلام ده مش كلام من عند اله، مستحيل تكون رساله وكلام من عند اله، مش ممكن تكون هي دي الرحمه وهي دي وهو ده العدل، مستحيل. قصص كلها قصص حروب مقضيها هم الصعاليك بتوعه بيحاربوا له ويجيبوا له غنايم، وهو عمال يتجوز في النسوان، وتقول لي رسول مين يا عم الحاج؟ رسول ازاي يعني؟ انا مش للأسف يا أخي، للأسف إنه هذه الشخصية هي القدوة الحسنة يعتبرونها. يعني نحن قصدنا يا جماعة، اصحوا، أنتم تقدسون رئيس عصابة، أنتم تقدسون رئيس عصابة، ليس أكثر ولا أقل. يعني فخلونا نرجع لعقولنا، خلونا نفكر مثل ما قال الأخ الأحمد، خلونا نقرأ، خلونا نبدأ نقرأ ونقرأ بشيء مفيد. يعني اليوم الناس حكيت كثير بهالمسألة هاي، انه الناس وصلت لأبعد الحدود بالتفكير بالعقل، وصلوا للأكوان المتعددة، ونحن لسه عايركين على فلان علي، فلان أتباع علي، فلان أتباع عمر، وفلان أتباع بطيخ،
وهالعصابة المجرمة هي عم نقدسها، وما ما واحد ما بحكي إلا سيدنا عمر وسيدنا بطيخ لك هدول مجرمين سيدك، يعني بأي منطق تساوي واحد مجرم سيدك؟ يعني للأسف الحكي ما عاد ينفع، مثل ما بقولوا يعني صرنا مضحك لدم بشرية كلها بسبب هالمجموعة الصعاليك اللي انولدوا وماتوا من 1400 سنة. خلونا نشوف حياتنا نحن، نشوف دنيتنا، في 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 قدامنا مستقبل، في لأولادنا مستقبل. خلونا نحب أولادنا أكثر ما نحب نفسنا، أو خلونا نحب أولادنا أكثر من الحقد اللي شايلينه نحن بداخلنا. أخي أحمد أنا بتشكرك كثير على هالوقت الجميل اللي أعطيتنا إياه بصراحة، واستفدنا كثير من فكرك، وأنا بتمنى الناس كمان يعني تفكر وتحسب هالكلام هذا اللي حكيناه. هلا نحن بصراحة مانا جايين نقضي وقت أنا وأحمد ولا أنا وغير أحمد وأصدقائنا الملحدين، نحن جايين في مجوعين من جوا عليكم وعلى حالنا، أنتوا أهلنا بالنهاية. وخلونا نفتح مخنا، خلونا نقرأ بحيادية بنقدية، نتعلم شو النقد أصلا، يعني نتعلم كيف نستعمل عقلنا. فأنا بتمنى من أصدقائنا يعني ينشروا فكر التنوير، ينشروا فكر المحبة خلينا نقول. وبتمنى كمان من أصدقائي إنه يساعدونا بنشر حملتنا، يعني نحن نتمنى نوصل صوتنا للناس حتى نقدر نوقف الحروب هاي، حتى نقدر ورح نوقف هالحروب، نحن اللي رح نوقفها، ما في حدا غيرنا. لذلك يعني أنا بتمنى من كل الناس تشاركنا، وإذا أي شخص عنده أي إمكانية يقدر يشاركنا خليه يراسلنا على صفحتنا، ونحن مستعدين نتجاوب معه بكل سرور. شكرا لك أخي أحمد، وأنا سرور بلقائك. متشكر لك جدا، متشكر لك جدا. مع السلامة. مع السلامة. شكرا أعزائي المشاهدين، إلى حلقة قادمة غدا بالساعة 1 بتوقيت دمشق مع ملحد من خلفية مسيحية. إلى اللقاء.